الأمر دائر بين إدانة شخص وإدانة الدين بكامله، فاختاروا أحدهما، لأن هذا الفرد مدى يعمل باسم أنه فرد، ما يقول أنا حاكم، يقول أنا خليفة النبي الأعظم، أنا أمثل الدين. فإما أن تدينوا الفرد وإما أن تدينوا المنهج، اختاروا أحدهم. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لماذا أدانوا هؤلاء الحكام؟ لماذا أدانوا الخلافة الأموية؟ لماذا أدانوا الخلافة العباسية؟ حتى يقول هذا لا يمثل الدين، الحجاج لا يمثل الدين، إما أن تدينوا الحجاج وإما أن تدينوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الآن هؤلاء الإرهابيون الذين يقومون بهذه الأعمال باسم الإسلام، قطع الرؤوس، التمثيل بالأفراد، إما أن تتكتموا وقولوا لا هؤلاء يمثلون الإسلام، أنتم إذا تكتمتوا عليهم يعني أدنتم الإسلام، أدنتم الدين، أدنتم القرآن الكريم. وإما أن تدينوا هؤلاء تقولون هؤلاء لا يمثلون الدين ولا يمثلون الإسلام، فتبرئون الدين.